هل تجنب الجبل الوقوع في المحظور؟ ما هو عنوان المرحلة السياسية المقبلة؟ إلى أين ستصل العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي؟ ومن يحمي مجلس الوزراء من التوتر الدائم؟ كيف كانت نتائج الامتحانات الرسمية؟ وما هي خطة وزارة التربية لمعالجة ملف حقوق الأساتذة والجامعة اللبنانية وهواجس الطلاب وأسئلتهم؟ بين التربية والسياسة، مارسيل غانم يفتح الملفات، يسأل ويستشرف المرحلة المقبلة مع عضو اللقاء الديمقراطي وزير التربية أكرم شهيب والصحفيين جوني منير وإبراهيم حيدر، كما يقرأ الأحداث مع جورج غانم. صار الوقت الخميس 9:30 مباشرة على الـ MTV.